خالة، أنا حكيت ويا كمال اليوم. شلون؟ واقتنع أني مالي شغلة بسالفة جمال. إي هاي خوش أخبار. حرامات، راح أشتاق للقهوة مالتك. ما افتهمت. يعني ما يحتاج تبقين تتجسسين علي بمكتبي. أنت بعد مالك شغل هنا خالة. مهند أنا يعني. خالة، أنا جبتك هنا وشغلتك لأن أحبك وأحترمك. وبالدرجة الأولى ردت أساعدك أنت. صحيح كنت ترد أكون قريب من فريدة وأسمع أخبار فريدة. لكن الغاية الأساسية هي مساعدتك أنت. فآسف بعد ما أقدر أشغلك هنا. أنا كلش آسفة وأعتذر. بس وقتها كمال كان حاير ما يدري شو يسوي. وأنا بس حبيت أساعده. أنا حكيت ويا كمال. وأنا أصلاً نسيت الموضوع. وأنا يمكن لو كنت بمكان شخطة نفس الخطوة. بس هو بكل الأحوال بعد ما أقدر أخليك تشتغلين هنا. والله ما أدري شو أقول لك أنا. عشت إيديك وما قصرتي. لا خالة، مشكور. خالة، هاي واحد وهاي واحد. هذا حقك، فما تشتغلين ببلاش. أشكرك. أنا آسفة تخربطاً. عادي حبيبي ولا يهمك، أنا حير بيهم. ها